السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع برنامج بيوند كاد. ده برنامج مهم جدا في الريندر، عامل زي برنامج اليومن. هتلاقي فيه شوية مزايا حلوة. طيب خلينا مثلا ناخد لقطة زي كده، وطبعا تقدر تيجي هنا من الاستوديو اللي هو خاص بالريندر، تقول له انا عايز اعمل ريندر مثلا لفيديو، وتقول له انا عايز اعمل فيديو جديد، وتبدأ تضيف لقطة ثانية مثلا بالشكل دوت. تمام، فلما تيجي تقول له شغل، طيب خلينا ننزل الشاشة ديت، ونيجي هنا على الإعدادات بتاعة الكاميرا، ولا هنا اللي ممكن تعمل أكتر من بريست. وهنا الإعدادات، فممكن تيجي هنا في الكاميرا فيلد فيو اهوت. تمام، بحيث ان انت تعمل زي زوم، كامل روتيشن. خليني اجي هنا اطفي ديت، واجي هنا ونوقف الفيديو، او نقول له احنا عايزين صورة كاميرا سيتنج روتيشن اهوت. تقدر تدوس وتدخل الرقم اللي انت عايزه. هنا سنسور الويتس قد ايه، دي كلها في اعدادات الكاميرا. الفوكس ديستنس، التركيز هيبقى فين. تمام، فممكن يكون التركيز مثلا على حاجة بعد 10 متر، 15 متر، وهكذا. هنا مثلا قربت اوي فالفوكس بدأ يبقى ضعيف، ممكن نقوله بقى 3. انا اخلي الجزء الاولاني ده هو اللي باين، واللي بعد كده يبقى فيه تعميم عليه شوية. طيب كل دي البلور، بحيث ممكن تعمل شوية عدم وضوح للصورة. اكسبوزر لو انت عايز تفتح الصورة شوية، خلينا نفتحها كده. بلوم، الالوان بقى ممكن كونستراكت تزود او تقلل. تمبريتشر، وبرضه ممكن تلعب في التشبع بتاع لون من الالوان. وفي اعدادات جاهزة افكت اهوت، مثلا ممكن تختار الافكت دوت اهوت، وتزود او تقلل الشفافية اللي انت عايزها. سيركلز، يبدأ يعملها لك على شكل صور بالشكل دوت. في تخليها على هيئة كوميكس، الكوميكس كوميك اهي. ممكن تخليها سايبر سكان بالشكل دوت. كان في سكان بيحصل، وهنا كان في ديسك والعياذ بالله، فتقدر تعدل السرعة بتاعته. فرش، كان في ضباب. طبعا المؤثر الأولاني لسه شغال، تقدر تشيل الضباب دوت او تفعله وتغير الديستنس بتاعه. في افكت اهوت، نيون ده جميل، بس خلينا نرغي المؤثر اللي فات، يطلع حاجة بالشكل دوت. فتقدر بعد كده تقول له انا عايز اعمل رندر للصورة ديت.
3 من فريش.